بدأنا ولله الحمد والمنة بالأمس بمراجعة كتاب التوحيد، ووصلنا إلى نهاية القسم الثاني على ما قسمنا. ذكرنا بالأمس السبب لدراسة هذا الكتاب المبارك وتقسيمات هذا الكتاب. ذكرنا أننا إذا أردنا أن نقسم هذا الكتاب نقسمه إلى 10 أقسام. ذكرنا أن المؤلف رحمه الله تعالى كذلك ذكر في القسم الأول مقدمة. هذه المقدمة فيها وجوب التوحيد، أن التوحيد أوجب الواجبات وأول الواجبات، ثم ثنى بفضل التوحيد حتى تشتاق. بعد أن ذكر لك أن التوحيد أوجب الواجبات، ذكر لك فضل التوحيد حتى تشتاق، لأن هناك يحارب من يعلم الناس التوحيد. ثم بعد هذا ذكر تحقيق التوحيد حتى تحقق، لأنك عرفت أن التوحيد أوجب الواجبات، ثم تشوقت، أراد منك أن تحقق التوحيد. تحقق التوحيد تخلص التوحيد من ماذا؟ من الشرك، البدع، المعاصي. وتحقيقه قلنا يكون بالقول والعمل والاعتقاد. ومن تحقيق التوحيد الخوف من الشرك، لأن المحقق حقا للتوحيد لا بد يخاف من الشرك. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام، خليل أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، أثنى الله عليه، وبعد هذا يخاف على نفسه. واجنبني وبني، يا رب اجعل عباد الأصنام في جانب ولا في جانب آخر، أنت من باب أول. النبي صلى الله عليه وسلم خاب على أصحابه من الرياء، فأنت من باب أول تخاب على نفسك من الرياء. كيف نخاف من الشرك؟ بدراسة التوحيد وبدراسة الشرك حتى لا نقع فيه، وبالدعاء واجنبني وبني أن نعبد الأصنام مثلا، وبالبراءة من الشرك وأهله. بالأمس ذكرنا أن البراءة من الشرك وأهله تكون بالقلب واللسان والجوارح. ثم أن من تحقيق التوحيد الدعاء إلى التوحيد. ندعو لما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هناك فرق بين الفتوى، في الفتوى لا بد من الرجوع فيها إلى كبار العلماء، أما تعليم الناس التوحيد، الشيء الذي أنت موقن منه 100%، هذا ماذا تسعى فيه؟ تعلم الناس. هل تشك في التوحيد؟ هل تشك في أن الله سبحانه وتعالى منفرد بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات؟ هل اختلف الصحابة رضي الله عنهم في التوحيد؟ لا. أمر موقن منه 100%، ما تدعو إليه؟ تعلم الناس التوحيد أخواني. شروط الدعوة إلى الله: الإخلاص، قل هذه السبيل أدعو إلى الله، العلم الشرعي على بصيرة، الحكمة ادعو إلى سبيل ربكم بالحكمة والمعرفة الحسنة، معرفة حال المدعو إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. الخامس الصبر والعصر، إن الإنسان خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم جاء المؤلف رحمه الله تعالى في القسم الثاني، وذكرنا أن القسم الثاني فيه تفسير التوحيد. فسر التوحيد بضده،
ذكر لنا أشياء تنافي التوحيد، أنواع الشرك الأكبر، شرك في الدعاء، دعاء عبادة أو دعاء مسألة، دعاء العبادة صرف لغير الله شرك أكبر، كمن صلى وصام وحج لغير الله. دعاء عبادة صرف لغير الله شرك أكبر، وهو دعاء بلسان الحال صرف لغير الله شرك أكبر. الثاني دعاء مسألة، دعاء بلسان المقال ينقسم إلى قسم، فيما لا يقدر عليه الله صرف لغير الله شرك أكبر، فيما يقدر عليه المخلوق قلنا صح بشروط أربعة، حي وحاضر وخالق وتعتقد أنه سبب، حي حاضر قادر وتعتقد أنه سبب. ومثل الدعاء الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ثم بعد هذا ذكر حكم التعليق وقد تقدم معنا وقلنا هذا مسألة مهمة جدا لنوقع فيها كثير من الناس اليوم. التعليق بأي شكل من الأشكال المحرمة، رأس الثوب، أعين الذئاب، الحافر، نعل القديمة، إطارات السيارات، بعض الأشياء، كف، خرز الزرقاء، عين حوت، أسد، ما إلى ذلك، بعض الكتابات، عين الحسود لا تسود مثلا. حتى ذكرنا لكم أنه لا يجوز تعليق شيء من القرآن أيضا، أو يكتب ما شاء الله تبارك الله، أو يكتب داخل الدار صلي على النبي المختار عليه الصلاة والسلام، أو أذكر الله أذكر الله. هذا التعليق كله محرم بأي شكل من الأشكال. نأتي للمعلق صاحب المنزل أو صاحب الدابة أو ولي الصبي، جاهم يعلم، يعتقد أن مؤثر بذاتها شرك أكبر، يعتقد أنها سبب فهذا شرك أصغر، ليس لديه أي اعتقاد، يلبسها للزينة، قلنا هذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وتشبه بالمشركين وافتح باب شرع على الناس، جاهل يعلم، يعتقد تأثيرها بذاتها شرك أكبر، يعتقد أنها سبب فهذا شرك أصغر، ليس لديه أي اعتقاد، مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ذكرنا أيضا ما يتعلق بالفرق بين الرقى الشرعية والرقى الشركية، قلنا أن الرقية تنقسم إلى قسمين شرعية وشركية، إذا اختل شرط من شروط الرقية الشرعية تنتقل من شرعية إلى شركية. الشرط الأول أن تكون من الكتاب أو السنة أو بأسماء الله والصفات، تكون من الكتاب نقرأ آية سورة الفاتحة، آية الكرسي، السنة أقول أعوذ بكلمات الله التامة، أو بأسماء الله والصفات هذا باب الدعاء يقول يا حي يا قيوم اكشف ما نزل به أو بأخر، تكون من الكتاب أو السنة أو بأسماء الله والصفات، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون الرقية بكلام معلوم مفهوم مسموع، لا بد من أراد أن يرقي إنسان أن يرفع الصوت تسمع ما يقول وتكلم بكلام مفهوم لا يتمتم لا يشرع في القراءة، يعني ما يصح أن
تقول اسمع، إما أن تسمعني ما تقول أو نحكم عليك بالسحر. كلام معلوم مفهوم، وباللغة العربية لا يوجد في الشريعة رقية بغير اللغة العربية إلا إذا أراد أن يدعو بلغته، أراد أن يدعو باللغة الفرنسية، باللغة الإنجليزية. قلنا يصح أن يدعو بلغته لا إشكال، بشرط ألا يغير الأسماء الحسنى. يا الله يقول يا الله، ولا صح أن يغير الاسم من هذا الحال، يعني يذكر يا الله بما هو في اللغة الآن إله، ما يصح. مثال في اللغة الإنجليزية مثلا قاد، هذا قاد ليس من أسماء الله. طيب لا. لكن هل يصح مثلا، يعني الآن الأخ ترجم يقول الله أي المألوه المعبود محبة وتعظيما، هذا ماذا يصح هو الآن باللغة الفرنسية؟ يشرح ويقول الإله الله أي المألوه أي المعبود محبة وتعظيم، يصح لا إشكال ويشرح. لكن عند الدعاء ما يصح أن يدعو إلا بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته الواردة في الكتاب والسنة. الشرط الأول أن تكون الرقية من الكتاب والسنة وبأسماء الله وصفاته إذا كانت باب الدعاء، أن تكون بكلام معلوم مفهوم مسموع وباللغة العربية. الثالث أن يعتقد أن الرقية سبب، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده جلب المنافع ودفع المنافع. فضل أن يدفع عن غيره، صرح
قال عليه الصلاة والسلام لعموم الخلق: يا أيها الناس اشتروا أنفسكم، أي بالدخول في دينكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، لا قليل ولا كثير. ثم ذكر أقرب الناس إليه فاطمة رضي الله عنها، قال: يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا كان القرب من النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن القريب شيئا، وآمن المرء أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع فيه بعض الناس اليوم هدانا الله إياهم، تبين له غربة الدين وترك التوحيد. التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، جاه النبوة، أي مقام النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم نبي ورسول. إذا كان هذا المقام ينفع أحد لنفع فاطمة رضي الله عنها. إذا لا يصح التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي ينفع؟ اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، قراءة للنبي صلى الله عليه وسلم. هل تنفع الكافر المشرك؟ كان نفعت أبو جهل. نعم، الذي ينفع هو اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، سليني من مالي ما شئت، هذا اللي يملك النفقة. لا أغني عنك من الله شيئا، شيئا نكرت عن كل شيء، قليل وكثير. والذين تدعون من دونه، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين، إذا ليس لهم ملك. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين، إن تدعوهم لا يسمع دعاءهم، كيف تدعو من لا يسمع؟ يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع؟ إذا كان لا يسمع كيف تناديه تقول يا رب؟ تنادي السميع البصير العليم الغني الرب، لابد أن يكون كامل الصفة. والذين تدعون من دونه ما يملكون من دونه، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءهم. افترض أنهم يسمع، ولو سمع ما استجاب، ثم ماذا؟ ويوم القيامة يكفرون بشرك، يعني براءة هذا من هذا. إذا لا أحد يستحق العبادة إلا الله، فكيف بمن يعبد الجيف؟ تعرف الجيف؟ جيفة جيفة قبور، يذهب إلى الجيف والرمى ويعبدها من دون الله. تترك عبادة رب العالمين وتأتي إلى عبادة جيفة، حتى أن في بعض الدول هدانا الله إياهم قبور وهم يعلموا أن هذا القبر أكرمكم الله، خبط لكلب. وفي بعض الدول هدانا الله إياهم سقط الطائرة رجل من الصين، سقط الطائرة كانوا مكان مات هذا الصيني ضريح وكذا، أصبح يعبد من دونه. الثالث رجل من الناس كان لديه حمار رحمكم الله ومات الحمار، فقال: هذا والله أنا لا أترك هذا الحمار تأكله السباع، فحفر حفرة عميقة جدا وعمق هذه الحفرة، وضع فيها الحمار و
عليه الكرام تعب من الحفل وكذا ارجع الى بيتي وانا خرج رجل من اهل القريه وجد في اطراف القريه هذا قبر فرجع الى اهل القريه وقال يا ايها الناس هلموا قالوا لماذا قال في اطراف المدينه رجل صالح دفنته الملائكه بليل خرج الناس واخذوا يطوفون حول القبر استيقظ هذا بحث عن اهل القريه ما وجد احد خرج واذا بالناس حول قبر الحمار فقال ماذا تصنع قال تعال قبر رجل صالح دفنته الملائكه بليل قال هذا حماري اخوان لا يصلح ان يعبد احد الا الله سبحانه وتعالى لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الملائكه ولا الصالحين ولا احد بطلان عباده الملائكه الباب الثاني حتى اذا فزع عن قلوبهم اي زال عنهم الفزع والخوف الملائكة يخافون؟ نعم، إذا هذا دليل على بطلان عبادة الملائكة. وهم أقرب ما يكون إلى الله على خاص منهم، يحصل لهم عند كلام الله الفزع والخوف، إذا يخافون. إذا كان يخافون هذا دليل على بطلان عبادة الملائكة. طيب، هل هذه الأصنام أو المعبودات يأذن الله سبحانه وتعالى لها أن تشفع؟ لا، إذا بطلت عبادته. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أخوان يوم القيامة هل يستطيع أن يبدأ بالشفاعة قبل أن يأتي الإذن من الله؟ لا. إذا الشفاعة حق لمن؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لا، قل لله الشفاعة جميعا. حق لله لا لغيره. من ذا الذي يشفع عندهم إلا بإذن ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الله سبحانه وتعالى لا أذن هذه الأصنام أن تشفع الهداية هداية التوفيق أن تدخل الإنسان في الإسلام هذا ليس بيدك الله سبحانه وتعالى قال النبي عليه الصلاه والسلام: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك ولا يستطيع ادخال احد في رحمه الله واخراج احد من رحمه الله. ليس لك من الامر شيء، الامر بيد الله. هذا إذا هذه أدلة تدل أن المستحق للعبادة هو الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك لي وبذلك أمرت أن أكون مسلما. فماذا تصنع؟
تلتجئ إلى الله. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، الصلاة ثبتنا وياك. تتعلم، لأن الموحد على ما أذكر الشيخ محمد عبد الوهاب يقول العام من أهل السنة والجماعة يغلب ألف من هؤلاء، يغلب ألف من هؤلاء، وأن جندنا لهم الغالبون، لكن بشرط أن تعلم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أخذ يعلم الناس التوحيد في الجزيرة العربية وينكر الشرك، فجاء هؤلاء وقالوا اسمع، إذا أردت أن تعلم الناس التوحيد وتنهى عن الشرك اخرج خارج الجزيرة العربية، ما تبقى هنا ولا تدرس هنا أبدا التوحيد ولا تنهى عن الشرك. كيف؟ هذه دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قالوا هذا الذي تراه من الذبح لغير الله محبة وتعظيم والطواف حول القبور والصلاة والصيام والذبح وغيره، هذا كله ليس بشرك. الشرك ما يقع في الأمة أبدا. فعقد المؤلف رحمه الله تعالى باب كامل في الرد على هؤلاء. أهل الردة قتلهم الصحابة رضوان الله عليهم، أين؟ في الهند؟ في الجزيرة العربية. لو كان الشرك ما يقع من الأمة لكان قتال الصحابة المرتدين أمر باطل. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن وقوع الشرك في الأمة وفي الجزيرة حتى يلحق حين الأمة بالمشركين ويعبد في أمن أمة الأوثان. الأئمة الأربعة رحمهم الله يذكرون في كل مذهب من المذاهب أشياء يكون بها الإنسان نسأل الله السلامة عافية مرتد ولو كان في الجزيرة. وغير هذا، ثم عقد المؤلف رحمه الله تعالى باب مهم جدا، أو قسم على ما قسم، قسم مهم جدا وهو الأعمال الشيطانية. لماذا؟ ما علاقة أعمال الشياطين بالتوحيد؟ سيأتي معنا. أول ما ذكر في هذا أعمال الشياطين السحر. السحر أكبر بوابة لدعوة الناس للشرك بالله، أقوى دعوة إلى الشرك تكون من من؟ من السحرة. نعم. ومن العجب ترى في بعض الدول، هدانا الله إياهم، في بعض الدول دولة ومسلمة وكذا يوجد أكثر من 12,000 ساحر وكاهن وعراف ومنجم مصرح لهم من الدولة، يعني عندهم محلات في الشوارع، بل يكتب على المحل عراف منجم كاهن. عراف يعني يعرف ما في الضمير أو مكان الضال أو كذا، يعني يكتب نسأل الله السلامة والعافية أنه كافر أكبر بالله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة
إلا الله. يعني يريد ينادي الناس إلى ماذا؟ كفر بالله. الجرائد والمجلات الآن، بعض الجرائد والمجلات، نعم، الجريدة والمجلة ماذا تجد فيها؟ أبراج. لو تنظر في هذه الأبراج نظر، مجرد ما تنظر وتبدأ قراءة في البرج لا تقبل لك صلاة 40 يوم. تصدق يكون بهذا الكفر بما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام. قد لا تصدق اليوم، نعم، لكن قد يحدث لك شيء من الذي ذكر لك في قراءتك للأبراج وتصدق بعد فترة يكون بهذا الكفر. طرق السحر تنوعت في القديم، الساحر في مكان مظلم وكذا ولديه أبخرة أشياء، لا، اليوم تنوعت طرق السحر. يا الساحر يأتيك في القناة التلفزيونية، قنوات الإنترنت، رسائل الجوال، نعم، تأتيك رسالة وتقول إذا أردت أن تعرف شخصيتك هل أنت عاطفي أو عصبي، إذا أردت أن تعرف حياتك سعيدة أو تعيسة، إذا أردت أن تعرف هل تستمر العلاقة بينك وبين فلانة، ارسل لنا اسمك واسم العشيق أو كذا. مجرد ما ترسل لهم رسالة لا تقبل لك صلاة 40 يوم، تستقبل الرسالة الأخرى في ثواني، تصدق تكفر بما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. مشاهدة القناة التلفزيونية، قراءة الكف، قراءة الفجان، إخبار عما في الضمير، تنوع الطرق كثيرة، جرائد، مجلات، حتى أنهم الآن ما يقول لك أن هذا السحر، لا، ألعاب، قل ألعاب، خفة يد، برمجة عصبية، الله أعلم كيف تترجم هذا، برمجة عصبية. البرمجة العصبية معناها أن هذا الأخ مبرمج مثل ما تبرمج الكمبيوتر، كل واحد منا مبرمج على ما أنه إذا مشى على الجمر ماذا؟ يحرق. أنت مبرمج على هذا، صحيح؟ مثل ما الكمبيوتر مبرمج على الأشياء، هذه برمجة عصبية. فقل أنت الآن مبرمج على ماذا؟ أنك لا تستطيع أن تمشي على الجمر، على النار، ما تستطيع، صح؟ نعم، قال لا، غير هذه البرمجة، تغير هذه البرمجة، مثل ما تسمع في الكمبيوتر، الكمبيوتر يكون عليه برنامج، ماذا تسمع؟ تحذف هذا البرنامج وتضع برنامج جديد. قال هذا الذي في ذهنك الآن، أنك لا تستطيع أن تمشي على الجمر، احذف وضع برنامج جديد، وهو أنك تمشي على الجمر ولا تحذف. كيف؟ قال لا، الغي هذه البرمجة. قال لغيت البرمجة، الآن مبرمج على ماذا؟ قال مبرمج أمشي على الجمر ولا أحرق، يمشي ما يحرق. كيف تحمل الشياطين؟ صحيح؟ تشرب السمقة ما تموت؟ قال أموت. قال لا، غير البرمجة. قال غيرها، يشرب ما يموت.
تطير في الهواء. قال ما يمكن إلا الطائرة تطير أو الطير. قال لا أنت البرمج على هذا. صح هنا أسماء يغير بالأسماء حتى تقع تقع. علامات السامع، كيف نعرف أن هذا سامع وهذا راقي؟ كيف نعرف؟ في علامات يعرف بها السامع. ما هي العلامات؟ أقوى العلامات شروط جواز الرقية. إذا اختل شرط من شروط جواز الرقية هذا معناه أنه ليس براقي، هذا ساحر لا يتكلم لا بالكتاب ولا بالسنة ولا يدعو بأسماء الله وصفاته يتمتم. يدعي علم الغيب، يدعي معرفة مكان الضال، يعني يضيع الولد مثلا أو تضيع الدابة، فماذا يصنع؟ يأتي إلى هذا العراف حتى يعرف أين هي، أو ما في الضمير؟ قال نعم تحب فلان. هذا معرفة ما في الضمير. كذلك يأمر بأشياء محرمة، يأمر المريض بأشياء محرمة. يقول ما تغتسل مدة شهر وتبقى على الجنابة وكيف تصلي؟ يقول أنت مريض، وليس على المريض حرم. قال طيب استطيع ان اغتسل. قال لا لا ما تغتسل. وعندما تاكل ما تسمي. قال يا كيف ما اسمي؟ قال مريض. قال لابد ان تذبح ديك. طيب قال ولا تسمي عليك. كيف؟ قال مريض. يعقد من علامات الساحر العقد، يعقد العقد مع النفث، يعقد ثم ينفث فيها، ومن شر النفاثات في العقد التفريق. يعني يسمي العلماء الصرف والعطف، ينصرف عن زوجته أو عن المرأة، أو ينعطف ويحب مرأة يعني معينة. أحيانا لا أطلب منك مال، الساحر لازم أن أطلب منك مال، هو يطلب منك الشرك بالله، تقدم شيء للشيطان. وقد يأتيك بأشياء تعجز عنها. فأتي المريض إلى الساحر، أقول له مرضك هذا خطير جدا، ومعك 3 ساعات، بعد هذه 3 ساعات أنا غير مسؤول عنك، ما أستطيع أن أعالجك. يعني يجعلك تتعلق فيه حتى تعتقد أنه مؤثر بذاته. قال هذا مرضك يحتاج إلى فرق أعمى. فرق أعمى، أنا فار مبصر ما أستطيع،
عليه. كيف أقع؟ قال طيب تأتيني بقرد يتيم. قرد يتيم من أين؟ قال موجود عندي من يأتي به لكن يأخذ 5000 يوم. قرد يتيم 100%. أظهر عنه إخوانا، هؤلاء السحرة محاربين لنا لله، تعون للشرك. علامات الساحر، كيفية الإتيان، أخذ يتصل عليه أو يأتيه جالسا أو يرسل إنسان أو يدخل على القنوات التلفزيونية إنترنت، وسائل كثيرة في هذه الأيام، قراءة الجرائد المنتبهات فيها أبراج. مجرد الإتيان بأي شكل من الأشكال لا تقبل الصلاة 40 يوم. صدق كفر بمن زعم محمد صلى الله عليه وسلم. وهو في الغالب يعني يذكر لك أشياء تقع من كل الناس، يعني يقول لها الشيخ، يقول اسمع لديك أعداء ولديك أحباب وتسافر بعد زمن قليل وتسمع بعد أيام خبر تعيش وبعد أيام خبر سعيد، ويقول له أعرف تخاصمت مع زوجتك صحيح؟ نعم. في يوم العيد؟ يقول نعم. في الغالب أنك تخاصم مع زوجتك في يوم العيد، ما الإشكال؟ يعني يقول له أشياء يقع فيها كل الناس. يصدق يكون بهذا الكفر على ما أنزل عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا وقع السحر، بالأمس قلنا أنه لا يوسوس، لكن وقع السحر ماذا تصنع؟ حل السحر، علاج السحر يكون من طريقين، مشروع وممنوع. المشروع الرقية الشرعية بشروطها، الدعاء يا حي يا قيوم اكشف ما نزل بي أو بأخي، أدوية مباحة، هذا مشروع أو ممنوع؟ مشروع. الممنوع علاج السحر بالسحر، هل يصح أن يعالج السحر بالسحر؟ لا والله. لماذا؟ مخالف للكتاب ومخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال هي من عمل الشيطان. ومخالف لما عليه الصحابة والسلف الصالح رضي الله عليهم. وفي تضعيف للتداوي بالقرآن. تقوية للسحرة. الساحر الآن الثاني ماذا يصنع في حل السحر الأول؟ يصنع لك سحر جديد، وبدل أن كان المريض لديه سحر واحد صار الآن لديه أكثر من سحر.
التداوي بالقرآن يقين أنه يشفى بإذن الله، صح؟ التداوي بالصحة يقين، لا مظنون. كيف تترك اليقين للظن؟ ثم الآن إذا قدر الله عليه سبحانه وتعالى عفان الله إياه وسحب، ما يصل، اصبر. مرأة جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله اصرع وتكشف، فادعو الله لي. النبي صلى الله عليه وسلم يعلق الخلق بالخالق. يعني أتيك بعض الناس اليوم يقول مريض مسحور تعبان، وانت طالب علم وما شاء الله تصنع كذا وكذا، ادع الله لي ولأولادي ولزوجتي تعبان والله تعبان، ايش تقول له؟ قل ابشر عندي الليله ان شاء الله ادعو لك وتجد الاثر قبل طلوع الفجر باذن الله. لا ما يصح، تعلق الخلق الخالق. فاذا جاك انسان وقال ادعو لي وكذا، تقول انا وانت كلانا مفتقر الى الله، أنت تدعو لي وأنا أدعو لك. والدعاء عبادة، لا يمكن أن تترك عبادة الله سبحانه وتعالى وأنا أعبد عنك. كذلك إذا كان هذا المريض لديه مانع من إجابة الدعاء، لا يصح حتى لو دعوته. فما لا بد أن أفتش عن هذا المانع، لعل عنده مانع من الشرك، نقص التوكل او كذا. قال ان شئت دعوت الله لك. وهذا امر اعلى من هذا، قال وان شئت صبرت ولك الجنه. هذه أعلى مرتبة.